غسيل الممبار وطريقتها. معلش انا ما قدرتش اعمل الاتنين في فيديو واحد علشان برضو اقدر ادي كل فيديو حقه يعني، لان انتوا عارفين انا بحب ادي كل حاجة حقها يعني. الممبار زي ما احنا شايفين كده جبناه صابح زي الفل، بصوا اللون الوردي بتاعه والنظافة بتاعته، ان كان غير كده ما تشتريهوش، بيكون لونه وردي كده وابيض زي القشطة. لو السمين بتاعه ده او الحاجات اللي في الممبار دي لونها مزرق او مخضر ما تشتريهوش، تعرفي ان الممبار ده مش صابح، تعرفي ان انت جايبة حاجة مش حلوة غير صالحة للاستعمال. حبيت اقول ده بس في الاول. طيب اول حاجة انا بعملها في غسيل، بالنسبة لغسيل الممبار بجيب مقص. انا دايما بستخدم المقص في طريقة تنظيف اكلة المصمت اللي احنا عملنا اول حاجة فيها الكرشة. طيب هعمل كام حتة قدامكم اهو اهو، ليه؟ علشان انا هقلبه بالشكل ده، هوريكم منظر الاول من غير مية خالص، بس انا حابه اوريه لكم من غير ميه الاول عشان يبقى واضح معانا. بصي بتجيبي الممبار كده تروحي قلبيه كده، ماشي؟ دول الحبايب المبتدئين اللي طلبوه مني اهو، احنا بنقلب الممبار بالطريقه دي. طبعا انت مش هتعرفي تعمليه زي من غير ميه يعني، لو انت لسه بتتدربي يعني. اهو كده انا قلبت حته الممبار بتاعتي، بتكملي بقيه الحته بالشكل ده. عايزه بقى تكملي بميه، افتحي الحنفيه بتاعتك اهو واعملي كده عشان تديكي سهوله. معلش صوت الميه، سامحوني يا جماعه، بس هو لازم يتقلب بميه كده اهو بكل سهوله، ما تقلقيش خالص، خدي وقتك لغايه ما تتعلمي اهو. خدوا بالكم، بص انا بقلبه ازاي، بدخلها جواكي، هعمل كذا واحده قدامكم هوريكم ازاي اهو. واملى ميه تاني عشان الميه دي بتزحلقوا جواه اهو، شايفين المنظر وبوز الحنفيه كده. بص 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 المنظر ده اهي، نزلت بكل سهوله اهي، اتقلبت معايا حته الممبار بكل سهوله اهي، وبروح حطها هنا وهنعرف هنعمل ايه الخطوه التانيه. خليكي معايا، معلش طفيتي الميه اهو عشان اوريكي المنظر على رواقه الاول اهو. بص يا حبيبتي، تمسكي الصبعين كده اهو، تروحي قلبه الممبار. ليه الخطوه دي انا بعملها؟ عشان تنضفي ده الزفاره اللي جوه دي، وهنعرف هنزفرها هنعرف ازاي هننضفها دلوقتي، وازاي هنشيل الزفاره دي كلها، ماشي؟ اهي تعملي كده وتروحي مدخله اهي، الممبرية بتاعتك بتتقلب معاكي اهي. يلا حطي الميه اهو، هنشوف كام واحده، ما تقلقوش، لغايه اما نعرف ازاي نغسله. الممبار سهل جدا يا جماعه، مفيش اكله اسمها صعبه، احنا نتعلم بنات صغننين نتعلم اهو. شايفه الشكل؟ ايوه كده اهو، احنا بنات صغيره نتعلم برضو عشان نبقى شطورين اهو. العرايس المبتدئين اهي، اتقلبت اهي اهي، شايفين المنظر اتقلب، هنحطها اهو مع اخواتها. يلا ناخد حته كمان من الحبل الطويل ده، راح فين اهو، هنعمل كذا واحدة اهو. جبت المقص بتاعي، بصوا هقطع حتة عشان بصي انت ما قطعتيهوش كده هيبقى صعب عليكي. انا ممكن اعمله حبل واحد مفيش مشكلة عندي، بس انا لازم اوريكي كده المنظر ده اهو اهو. يلا معايا، اظن ايه شفنا كذا مرة، بنقلب كده كده كده، اقلبي كده اهو بصوابعك، دخليها جوه، بصوا من غير ميه اهي، دي دخلت من غير ميه. قطعي الحته اللي تقدري ان انت تعمليها، الطول اللي انت تقدري تعمليه، بصي من غير ميه،
خليكي معايا اهي، ايه رأيكم؟ هي مش حرفانة ولا حاجة يا جماعة، اتقلبت اهي من غير مية، بس هي مسألة تعود يعني، مرة على مرة هتتعودي. من غير مية خالص قلبناها قدامكم، يلا بينا من غير مية، يلا عشان المنظر يبقى واضح اكتر، كمان تسمعوا صوتي من صوت المية اهو. هعمل بقى ديت اخر واحدة، وكل الكمية اللي قدامي دي هخلصها، بس هوريكي دي كمان اخر واحدة اهي. هشغل المية، هوريكي بقى المنظر بالمية، قربي عليا اهو. بصوا يا جماعة انا بقلب ازاي، بدخل بصوابعي دي اهي اهي اهي، شايفين يا جماعة قلب الممبار بكل سهولة، ما تكسليش جربي كل حاجة، تدربي عليها وجربيها في بيتك. الأكل لازم يبقى نضيف من إيديكي لأولادك، ما تشتريش أكل الشارع. الله أعلم عملها كده زي أنا ما بعمل ولا لأ، نضفتي ولا لأ. أهو ودي في المنظر أهو، دخلتها أهي أهو، عرفنا إن إحنا بنقصه بالمقص زي الكرشة برضو. الفيديو بتاع الكرشة هسيب لكم اللينك ان شاء الله بتاعه في الوصف اهو، عشان يبقى عندكم غزيل الكرشة والممبار مع بعض، اللي هي اكلة الايه المصمت كاملة. بصوا المنظر ده اهي بالمية اهي، شايفينها اهي، اسحبي كده بص لها نزلت معاكي، استنوا اهي نزلت اهي اهي، قلبتها كل سهولة. طب بعد كده الخطوة اللي بعد كده هنعمل ايه هوريكي حالا في نفس الوقت، وبعد كده نخلص الكمية بتاعتي، يلا بينا. دي واحدة هوريكي ازاي هنعمل كل الكمية، يلا بينا. زفارة من الممبار هكحت دي كمان، وهعمل كل الكمية واقولك هننقعه في ايه. كده انا كده انا خلصت الكميه كلها بنفس الطريقه كده اهي، خلصت دي كانت اخر واحده معايا زي ما شفنا في الفيديو اهي، الزفاره طلعت وبقى بيضه زي القشطه المباراه اهي، وقطعته حتت صغيره بالمقص ما تنسيش اهو. وهنشوف هننقعه في ايه بعد ما خلصنا كحت الاول قلبناه، وخلصنا الكحت بتاع الممبار بظهر السكينه زي ما شفنا. هحط ملح اهو زي ما احنا شايفين، ملح وشويه خل مش كتير عشان بيكرمشوا، خلي بالك انا ما بحبش احط الخل، بس انا حطيته المره دي عشان اقول لك على معلومه مهمه، الخل لو سبتيه منقوع فيه كتير هيكرمش الممبار وهيبقى شكله وحش معاكي، وكمان مش هيديكي طعم الممبار بتاع المصمت. فانت حطي حاجه قليله بتاع معلقه خل كبيره، او بالكتير او معلقتين خل كبار من بتوع الاكل بس مش اكتر من كده، وملح، ولو عندك شويه دقيق حطيهم، مفيش دقيق مش متوفر ما تحطيش شويه دقيق بس كده. ودلوقتي بعد ما حطيت الملح والدقيق ومعلقتين كبار خل اتنقع حوالي نص ساعة كده، وهنشوف بعد النقع ده هنعمل ايه. هاخد الممبار بتاعي وهفتح الحنفية اهو، سوري على الصوت معلش انا اسفة. هتقلبي تبتدي تقلبي الممبار تاني واحدة واحدة، في ناس بتسيبه لحد كده اما نقعتيه في الخل والدقيق والملح، في ناس بتسيبه لحد كده، بس انا بحب اقلبه تاني اهو علشان شكل الممبار يديني الشكل الحلو اللي هو بتاع التقديم، وحاجه كمان ما يبقاش دسم قوي الرز بتاعه من جوه، لان كل السمين ده بيروح فين؟ بيروح في الرز. انت حاطه زيتك وزيتك بزياده وحاجتك بتاعت الايه اهو، انا ببتدي اقلبه تاني عشان يبقى يدي الشكل ده، لما يتحشي يبقى شكله جميل وليه منظر اللفه كده ومنظره حلو اهو. هعمل كام واحده معاكي
اهو هرجعه تاني لاصله بقى بعد ما اتنقع وبعد ما اتنضف. شايفين يا جماعه؟ والله والله حاجه زي القشطه ما تلاقيهاش في المحلات وفي القرف اللي بيبيعوه دوت. بصي حاجه من صنع ايديكي، نظافه قشطه من صنع ايدك انت اهو. هعمل كل الكميه بالطريقه دي. واحده كمان اهي، برجعه لاصله بعد التكحيت وبعد النقع في الخل والدقيق والملح، هرجعه لاصله اهو، وهنشوف الشكل النهائي. وبالف هنا وشفاء. ما تنسيش لو عجبك الفيديو لايك للفيديو واشتراك في مطبخ امامي، عشان لسه ان شاء الله في حاجات حلوه جايه كتير. هعمل الكميه كلها ووريك الشكل النهائي. اوعي تروحي في اي حته وشوفي الفيديو للاخر. وكده انا قلبت كل الكميه، رجعته لاصله تاني بعد ما اتنقع في الخل والملح والدقيق، وكحتناه الاول قبل الخطوه بتاعه النقع. نقعته بتاع نص ساعه، فنقعته بتاع نص ساعه، وكده خلاص الممبار بتاعي اتنضف وبقى زي القشطه زي ما احنا شايفين. ما تنسيش لايك للفيديو واشتراك في مطبخ اماني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في رعايه الله.